وادي اللحمة بتاعتنا بعد ما استوت، شوفوا اللون، شوفوا عاملة ازاي، ما شاء الله تحفة ودايبة دوب. ودلوقتي نحط لها الصوص بتاعها اللي هيخليها احلى واحلى. يا صباح الفل وصباح النور وجود مورنينج وبونجور، عاملين ايه النهارده؟ مستعدين ليوم جديد؟ يلا بينا نشوف وصفتنا ونشوف طبختنا. النهارده هنعمل لحمه ريش، بس ريش عجول مش ريش ضاني. بصله كبيره متقطعه، محتاجين كمان 4 فصوص ثوم، معلقه سمنه صغيره، ملح وفلفل. هي دي مكوناتنا لطبختنا النهارده. بس اللحمه مش هنشتغل فيها على طول، هنعمل فيها حاجة، لأن أي لحمة بعض ما عندنا لو جينا اشتغلنا فيها على طول من قبل ما نحطها غلو على النار، العظم بيبقى فيه طعم مش حلو، فاحنا عايزين نضيع الطعم ده عشان تبقى أكلتنا طعمها أجمل. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه في اللحمة بتاعتنا. دلوقتي جبنا الحلة بتاعتنا، هنولع النار، نحط المية المغلية، نحط اللحمة، من غير اي اضافات، احنا بس عايزينها تاخد غلوتين كده ونرمي المية بتاعتها، مش هنحتاجها في اي حاجة. هنسيبها تغلي غلوتين وبعدين نرمي المية دي خالص. دي اللحمة بعد ما سبناها غليت غلوتين، شوفوا بتطلع ايه، تبقى مطلعة كلها ريم، وده اللي بيعمل الطعم اللي مش حلو اللي قلتلكوا عليه. كل ده دلوقتي هنرميه وهناخدها ونغسلها وننضفها من الاول خالص. وادي اللحمة بعد ما نضفناها وغسلناها كويس قوي، رجعت تمام نضيفة وفيهاش اي حاجة ولا فيها اي زفارة. المية احنا ما حطناش فيها اي توابل ولا اي بهارات علشان اللحمة ما تاخدش طعم اي حاجة، احنا هنشتغل في اللحمة عايزينها اكنها لسه ما دخلتش على نار، احنا عايزينها زي ما هي، يعني طعم اللحمة زي ما هو، مش عايزينه يتغير من اي بهارات ولا اي حاجة. عشان كده ما حطيتش اي حاجة خالص في المية، يدوب اديتها غلوتين، نزلت الزفارة اللي فيها والحاجات اللي مش نضيفة وغسلتها تاني من الاول. ودلوقتي هنشتغل فيها نشوف هنعمل ايه. دلوقتي هنشتغل في اللحمة، جبنا الصينية، نولع النار، نضيف معلقة السمنة، السمنة قدحت، نحط البصل بتاعنا، احنا عايزين البصل ما يبقاش غامق قوي، احنا عايزين البصل ولا هو فاتح ولا هو غامق، متوسط، عشان عايزينه يدي لون كده بيش غامق مش بني، مش زي اللحمة اللي بالبصل القورمة.
اللون ده اللي احنا محتاجينه، ده هيدينا لون في اللحمة واحنا بنعملها، وهيفضل محتفظ بحلاوة البصل. البصلة مش هيبقى فيها طعم كده محروق او حاجة، لا هيبقى لسه فيها حلاوتها. تمام، ادي اللون اللي احنا عايزينه. دلوقتي هنضيف اللحمة، بسم الله. كده نشوف اللحمة بتاعتنا، نقلبها نشوف اخدت الوش اللي احنا محتاجينه ولا ايه. بسم الله، ايوه كده. احنا مش عايزينها تتحمر، احنا يا دوب تاخد لون كده. تمام، نسيبها على الوش التاني تاخد برضو نفس اللون. كده بعد ما سيبناها اخدت لون من فوق ولون من تحت، هنحط الثوم نديله تقليبة صغيرة خالص كده، نطلع ريحة معاها. وطبعا احنا كنا متبلينها بالفلفل وهي على النار. تمام، هنحط لها المية ونسيبها. نحط المية ونغطيها ونسيبها بقى براحتها، كل ما تحتاج مية نزود لها، كل ما نلاقيها شربت المية بتاعتها نزود لها لحد ما نلاقيها استوت. احنا كده هنغطيها وهنسيبها براحتها على النار. وادي اللحمة بتاعتنا بعد ما شربت المية بتاعتها وخلاص استوت، شوفوا ما شاء الله اللون، ولا محتاجة شواية ولا محتاجة اي حاجة خالص. ادي اللون، شوفوا ما شاء الله. يلا بينا عشان نقدمها. وادي اللحمة بتاعتنا بعد ما استوت، شوفوا اللون، شوفوا عاملة ازاي، ما شاء الله تحفة ودايبة دوب. ودلوقتي نحط لها الصوص بتاعها اللي هيخليها احلى واحلى. وبألف هنا وشفا، وما تنسونيش من اللايك والشير وسبسكرايب، وإن شاء الله أشوفكم في وصفة جديدة وفي يوم جديد. أسيبكم في رعاية الله.